بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الجبيب للهجن العربية الأصيلة، بصباح هذا اليوم الميمون، يوم الجمعة الموافق 16 من شهر 9 2022، موسم 2023 لانطلاقات وتحدي ومنافسة سن الحقائق، فتتحقق أمنية كل مشارك في هذا اليوم، في هذا الصباح المميز ضمن هذه الانطلاقات التي أيضا نراها هنا على أرضية هذا الميدان ضمن شارة الاتحاد لسباقات الهجن العربية الأصيلة التي هنا بدأت مشاهدي الكرام مغايرة بالانطلاقات والمنافسة على بركة الله. هكذا مشاهدينا الكرام على البركة ينطلق أول الأشواط، الشوط الأول، الشوط الرئيسي للإبكار. مقدمة هذا الشوط مشكورة على المقدمة لسيطرة على البداية لسيد علي بن محمد بن مطر بن معيوف الاكتبي. المركز الثاني اشتعال أحمد بن بخيت بن كراز. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام القادمة بهذا الحضور المشرف التي وصلت لسيد حمد بن عبيد بن حاذا، يقدم لنا هذا الحضور على المركز الثاني والمركز الثالث. تتواجد سيوف لسيد راشد بن علي بن خميس بن مرخان. والمركز الرابع أنا شعار بن كراز. وأيضا الوصول من اللي حضرت وصلت جلمودة علي بن حمود بن سالم اليحاذي، وصل بالسبعة. ولكن المقدمة البداية الأولى، التحدي الأول راح على المقدمة، راح بو محمد، راح إلى الفقعة، إلى الفقعة السلام. الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الحقائق، شوط الأبكار على أرضية ميدان الجبيب. أهالي الفقع وأهالي الهير، أهالي الهير وأهالي الفقع بن معيوف بن حاذا، المقدمة الأولى، الصدارة مع مقدمة الشوط مشكورة، مشكورة لازالت على مقدمة الشوط. المركز الثاني وصلت عجايب حمد بن عبيد بن محمد بن حاذا الاكتبي. العجايب مع عجب، عجايب عجايب عجايب. المركز الثالث هناك سيوف بن مرخان. ولكن المقدمة الخمسمائة متر الأخيرة، التحدي الأخير، عجايب بدون أي أوامر، عجايب على المقدمة، على البداية الأولى، على الصدارة. شوف اللي حضرت، شوف اللي وصلت، شوف اللي تقدمت، وصلت الاتحادية بخرايط يقدم الاتحادية القادمة هناك أيضا بالحضور المشرف. ولكن الصدارة المقدمة مع مشكورة الاتحادية. وهنا الوصول من قبل المتحدة بن سالمين، المتحدة في اللحظات الأخيرة، سعيد بن سالمين راعية العوايد. الله 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 الله، سلام مقافة، سلام بو راشد، سلام. تهانينا والناموس سعيد بن سالمين بن حمد النعيمي على فوز المتحدة المركز الثاني.
وصلت في مجاهدين الكرام حدث مسلم بن حربي مسلم بن حربي العامري الذي قدم لنا حضور اللي هي حدث. والمركز الثالث وصلت مشكورة محمد بن مطر بن معيوف. والمركز الرابع عجايب أيضا انضمت على المركز الرابع لسيد حمد بن عبيد بن حادة. والمركز الخامس كان الحضور مع الاتحادية، ولكن التوقيت 3 دقائق 3 ثواني. تهانينا والناموس تهانينا لسيد سعيد بن سالمين بن حمد النعيمي على فوز المتحدة بالشوط.